ورجعنا معاكم تاني عشان نبتدي اول فقره في حلقتنا. وقبل الفاصل قلت لكم هنتكلم عن الحب وازاي نتخلص من عذاب الحب وازاي كمان نقدر نحب واحنا نفسيتنا احسن، ولو عندنا مشكله ومشكله كبيره ازاي نتخطى كمان المشكله دي ونكمل حياتنا احسن. هيكون معايا ضيفي العزيز دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعيه العالميه للصحه النفسيه. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، منورنا في الاستوديو. شكرا. وبجد انا من الناس اللي بحب اسمع كلام حضرتك جدا عن الحب. أشكرك. بحس ان انت بتقوله بشكل مختلف وبتوصفه فعلا بطريقه جديده. ربنا يخليك. الحب حاجه حلوه قوي وحاجه وحشه قوي. حاجه حلوه لما بتلاقي الانسان المثالي، وبتبقى حاجه وحشه جدا لما بنتوجع من الفراق. ويعني خلينا نقول مثلا 25% من الستات حبوا حب ما كملش للاسف يعني، وبيفضل بقى جوانا حزن ووجع للحب اللي كان نفسنا نعيشه، الحب الافلاطوني ده، وما جاش. وبنفضل نقول احنا بنحب الحب الاول وبنفتكر ذكرياته والجواز والعيال، ما بيخليش برضو الواحده تنسى هو يعني الحب الاول ده حقيقي. عندك حق، عندك حق. بس هو كتير من الرجاله برضو بيعيشوا نفس اللي حضرتك قلتي عليه. اه، وانا بقى مش هتكلم على الرجاله، حضرتك هتكلم عليهم. انا مخصماهم في البرنامج. احنا في حلقه سابقه مع حضرتك كنا فرقنا ما بين الرجاله والذكور، وقلنا ان الراجل هو في الاصل ذكر، بس مش كل ذكر يقدر يكون راجل. ده حقيقي. ولا يستقيم الحديث عن علاقات ما بين رجل وامراه الا لما نفرق ما بين الرجوله والذكوره، ما بين النوع وما بين الصفات. يمكن الحب الناس لما بتيجي تتكلم عنه الحقيقه بتتكلم عنه منظور سطحي جدا، ويمكن من منظور ما بيمسش قوي النفس البشريه بشكل كبير. السبب في ده ان الناس لما بتناقش مشاعر زي مشاعر الحب بتناقشها من منظور فردي. وللاسف ده مش حقيقي. ازاي بقى؟ هقول لك ازاي. الرغبه في الحب من اولى علامات السلامه النفسيه. يعني اللي ما عندوش رغبه انه يحب شخص غير سوي نفسيا. يعني خلينا طيب نوضحها اكتر، لازم احب يعني حب ما بين راجل وست، ولا عادي ممكن استغنى عن الراجل واحب الكلب بتاعي، القطه بتاعتي، احب والدتي ووالدي وصحابي والكلام اللي احنا بنطلع نقوله للناس؟ لو انت ما فيش في حياتك راجل ممكن تلاقي الحب في حاجات تانية كتير. شوفي، هو مبدئيا كده الحب ده يعني مش مرتبط بس بان انا يبقى لي حد انا برتبط بيه ولا حد انا بديله المشاعر دي. بس مرتبط بدايه من حب ربنا. اوكي. مرتبط بعدها من حب النفسي، وحب النفس لا يعني الانانيه، وانما الحب النفس الفكره اللي احنا تربينا عليها هو التقبل. متحبش نفسك. لا، ده غلط جدا طبعا. بس خليني اقول لك ان من اهم الاصحاحات اللي وردت في الكتاب المقدس اصحاح عظيم جدا جه على لسان بولس الرسول، بيقول ان كنت لا تستطيع محبه من ترى فكيف تدعي محبه الله الذي لا تراه؟ الله محبه. يعني لو انت عاجز عن انك تحب الشخص اللي قدامك، انا استحاله اصدق انك تقدر تحب ربنا. ما ينفعش تقول لي ابدا انا بحب ربنا وانت بتاذي حد من اللي حواليك. ما ينفعش تقول لي ابدا انا بحب ربنا وانت بتضر حد في حياتك. ما ينفعش تقول لي ابدا انا بحب ربنا وانت بتشمت في مصايب الناس. ما ينفعش ابدا تقول لي انا بحب ربنا وانت بتنفخ في مشاكل الناس عشان تزيد. ما ينفعش ابدا تقول لي انا بحب ربنا وانت ما عندكش اخلاق قال عليها ربنا بتتعامل مع الناس بخلافها. إذن الرغبة في الحب هي من أولى علامات السلامة النفسية. طيب، هو الحب ده موجع زي ما حضرتك ذكرت في الانترو؟ للأسف أختلف معاكي تماما. الحب عمره ما كان موجع أبدا، التعلق هو اللي موجع. وفي فرق ما بين التعلق بالحبيب، يعني التعلق بأي شيء في حالة غيابه يحدث حالة من القلق والتوتر تعيق الإنسان أو تعوقه عن أنه هو يكمل حياته بشكل طبيعي. ويمكن كنا تكلمنا عن الإصدارات بتاعت معرض الكتاب، وقلنا أحد الكتب كان بيتكلم عن هذا الأمر. كان بيتكلم عن العلاقة ما بين حد موجود وحد تاني مش موجود. لدرجة من التعلق أن أنا مش قادر أشوف حد تاني غير هذه الإنسان. أوكي. عشان كده كلمة أنين كانت هي المحرك الرئيسي لهذا المؤلف. دكتور، حضرتك كتبت كتاب اسمه أنين ثاني أكسيد الحنين. لا، عاوزين نعرف بقى ليه أنين وليه حنين؟ الكلمتين عكس بعض. فكرة ثاني أكسيد مرتبطة بالحاجات الموجعة، مرتبطة بأن يبقى في ألم فيه. ثاني أكسيد ده معناه أنه هو في حاجة مضرة، ومع ذلك حنين، الحنين ده حاجة كويسة. عشان كده حطينا في العنوان كلمة أنين المرتبطة بوجع. الأمر هنا مرتبط بأن بحبك
دي مش كلمة بتتقال في رسالة ولا دبدوب أحمر ولا بلالين بتطير. بحبك ده قانون ليه تلت أسس وتلت قواعد رئيسية. بحبك يعني عقد وعهد ووعد. بحبك فيها عقد بالمسؤولية إن أنا أبقى مسؤول عنها، في عهد بالأمانة إن أنا أكون أمين عليها، إن أنا أكون صادق معاها وده الوعد مني لها. بحبك لو لا تتضمن العقد بالمسؤولية والعهد على الصدق والوعد بالأمانة يبقى حلال فيها البلالين وكفاية على الدباديب. لا لا لا، نرجع تاني بقى للوعد والمسؤولية. وتالت حاجة إيه؟ مسؤولية ده عقد، وأمانة ده عهد، وصدق ده وعد. أوكي. لو أنت كراجل مش صادق معاها ولا أمين عليها ولا مسؤول عنها يبقى أنت مش بتحبها. كفاية علينا الدبدوب بس، خلاص يبقى كفاية كده الدبدوب والوردة الحلوة. طيب أنت شايف دلوقتي أن الشباب، خلينا نقول أو يعني شباب الصغيرين، هم فيهم الصفات اللي حضرتك بتقولها؟ شوفي هقول لك على حاجة بصراحة، يعني بصراحة يعني هو ممكن يبقى أمين بس مش مسؤول. وفي رجالة كتير جدا أنا بشوفهم وشباب ومحدش يزعل مننا مش مسؤولين خالص. هو في بيت أهله أصلا مش مسؤول عن أي حاجة، فده لما هيعمل بقى هو بيت لوحده هيبقى مسؤول عن إيه؟ شوف يا دودي، أنا على مدار السنين اللي فاتت شفت عدد كبير جدا من النفوس في دول كتير بأعمار كتير وثقافات كتير. لقيت حاجة يمكن كتير من الناس ما بتقفش عليها، إن مفيش علاقة ما بين السن والنضج. أوكي. لأنك بتلاقي حد صغير في السن وناضج، عارف يعني إيه يكون مسؤول، عارف معنى كلمة إن أنا بحبك وبقيت مسؤول عنك، عارف يقدر كلمة واحدة قالتها له إن أنا عايز أكمل معاك، عارف كويس إنه لما يحميها ويكون أمين عليها ويكون صادق معاها ده هيزود من رجولته مش هيقلل منه. ده اسمه شخص ناضج. وفقدان النضج ملوش علاقة بسن، لأنك بتلاقيه بلغ من العمر ما بلغ وعدى الخمسين ووصل لما بعدها ويسيب مراته وعياله ويرتبط بواحدة تانية ويحب سكرتيرته ويتجوزها ويحب الممرضة بتاعته ويرتبط بيها ويحب الخدامة اللي كانت بتخدمه والشغالة اللي كانت بتقف معاه. لا ده انت كده دخلتنا بقى في الخيانة. لا يعني خلينا واحدة واحدة. الراجل أو الشاب مفيش سن علشان يبقى مسؤول، عشان يبقى ناضج أيوة. طيب الرجاله السن مش مرتبط بده مش خالص. مرتبط تمام. فانا ممكن الاقي واحد عنده 28 29 في الجيل الحالي ويبقى لطيف ومن قبل كده ويبقى ناضج جدا كمان. طيب احنا بكام عامه، انت شايف ان كام في الميه في الشكل المسؤول؟ شوفي هي الفكره كلها بتبقى مرتبطه، يعني اكيد الجيل بتاع، انا بحس ان الناس اللي عدت فوق ال 30 لا هم مختلفين حقيقي عن اللي في العشرينات شويه كتير، يعني في 10 سنين كده عملوا هزه كبيرة. شوفي هي غيرت في الطريقه اللي الناس بتحب بيها. يعني مثلا من احد البوستس اللي كانت منتشره ان حد بيبعت بيكلم واحده فبيقول لها قولي ورايا زوجتك نفسي، فهي بتقول له انا قبلت. قال لها خلاص احنا كده بقينا متجوزين، خد سكرين من اللي احنا كتبناه، انت معاكي نسخه وانا معايا نسخه. يا حلاوه. ايه الجمال ده؟ ده نوع من انواع اضطرابات التفكير. بنسميها الكوجنيتيف ديستورشنز. اتجوزوا على الواتساب. اللي هو التشوه المعرفي. ان انا بتخيل ان انا عشان عارف المعلومه دي اللي هو الكونسبت اللي بنتجوز بيه، فطالما انا قلته كده يبقى احنا خلاص اتجوزنا. ده حاجه اسمها ديستورشن. ديستورشن يعني تشوه، يعني المعرفه بتاعتي بتبقى متلخبطه. الاهم هنا ان احنا نعرف الناس وهو مقدم على العلاقه يعني ايه علاقه بطرف تاني. عشان كده من سنوات عملت مبادره لطيفه جدا اسمها رخصه زواج. يعني ايه زواج؟ ايه بقى؟ قلنا يا جماعه لما بتيجي تسوق عربيه بتحتاج رخصه، بتيجي تطلع سلاح تستخدم فتعرف تاخد رخصة. المعايير اللي لازم بالزبط. تبقى داخل عليها لما تيجي تسوقي حياه حد. انك تيجي تقودي شخصيه حد تاني في حياتك. ازاي تقودها من غير رخصه؟ وابتدينا نعمل اللي يخلي الناس فعلا تاخد كورسز قبل الجواز، تعرف يعني ايه مسؤوليه، وتعرف يعني ايه امانه، وتعرف يعني ايه صدق. فاكتشفنا عدد كبير جدا من الرجاله كانوا مش واخدين بالهم انه بيطالب مراته او الانسان اللي مرتبطه بيها بيطالبها بالصدق وهو مش صادق معاها، بيطالبها بالامانه وهو مش امين عليها، بيطالبها بالمسؤوليه انها تهتم بيه وتاخد بالها منه وهو مش مسؤول عنها. والمراه لا تملك الا انها تكون رد فعل. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، في ستات كتير قوي وبنات بيشوفونا
هي فعلا مرتبطة بحد بتحبه وهي شايفة عيوبه ومشاكله وبتقعد تقول هيتغير أو أنا هستحمل علشان خلاص مش هقدر ألاقي الإنسان التاني، وبتبقى هي في نيتها إن هي تغيره. أنا بحس إنه فكرة إن أنا أغير حد دي فكرة مش مقبولة، لأن مفيش حد بيتغير عشان حد. فيعني إحنا إزاي بنظلم نفسنا كده؟ وإزاي بنقعد نقول لنفسنا كلام علشان نستقبل اللي إحنا بنعمله؟ ما أنا لما هرتبط بإنسان مش مسؤول وأكيد هيضرني، ولو انسان مش امين او انسان خاين او هفضل اقول دي نزوه وهتعدي وهكمل، ما انا طول الوقت بشوه حياتي وبكسر فيها حاجات محدش هيصلحها. وبقدم مجموعه تنازلات ممكن لا تقدر بعد كده وتصبح هذه التنازلات جزء رئيسي من شخصيتي. ده حقيقي. ان انا لو ما قدمتش تنازلات اكتر يبقى هكمل حياتي كده. طب احنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ علشان مش عارفين نحط الكريتيريا لمعنى كلمه بحبك. طب نحط الكريتيريا دي زي ما اتكلمنا عن الستات. حاضر. اتكلمنا عن المسؤوليه واتكلمنا عن الامانه واتكلمنا عن الصدق. ببساطه شديده لو عايزه تعرفي هو بيحبك ولا لا، اول حاجه لازم تدوري عليها هو بيحترمك ولا لا. لو ما كانش بيحترمك مش بيحبك. يعني ايه احترمك؟ يعني يحترم لحظات ضعفك. يعني ما ينفعش اقول تعبانه وهو يتريق عليا، او اقول تعبانه وهو ما يصدقنيش، او اقول محتاجه لك وما الاقيهوش، او اقول عايزاك جنبي وما يبقاش موجود. ما ينفعش يحترم مشاعري ان انا ابقى محتاجه له فعلا في شعور معين وما يحترمش ان انا محتاجه له فيه، او يحترم نجاحي انه يغير مني ويحس ان انا بقيت خلاص احسن منه، او حتى يحترم وجودي انه يتكلم عني كويس، انه دايما ما يقللش مني. اول كريتيريا هي الاحترام. دي بقى دي مشكله خطيره، ان في رجاله كتير للاسف هو بياخدها بطريقه الهزار، ان هو بيهزر مع المدام بتاعته بشكل مش يعني غير لائق. انت تخينه، انت مش عارفه، ما تقدريش تعيشي من غيري، بيفضل يقول كلام كده بيسم البدن وتحت اطار انه ده هزار. ولما تيجي تتكلم معايا انت ازاي اتكلمت معايا كده قدام الناس، وانا بهزر، انت نكديه قوي، انت ما انت عشان مش واثقه من نفسك بتعملي كده. فلا، ما برضو احنا بنتربى على فكره ان الهزار تحت يعني بند كبير قوي، قول بقى اللي انت عاوزه تحت بند الهزار يعني. بس خلينا ندرب الناس ان هم يكونوا تحليليين اكتر. ازاي؟ ونخلي الست لما تسمع جمله تحللها في دماغها وتفهم الشخص اللي قدامها بيقول ايه. ناهيك عن لغه الجسد اللي هو بيقول بيها الكلام ده واللي تقدر يعني تعرف يعني هو مصدقها ولا بيهزر فعلا؟ لا، حاجه اخطر من كده بشويه. يمكن لو في وقت كنا اتكلمنا عن الخيانه وفي وقت معين نعملها توبيك لوحدها، بس هنقول للستات انت ازاي تعرفي من لغه الجسد ان هذا الزوج بيخون. لا، دي ما تستناش الحلقه الجايه. لا لا، هنخليها توبيك لوحدها. ولكن الراجل اللي دايما بيتريق على زوجته او شريكه حياته ثم يتبع التريقه دي ويقول لها انا كنت بهزر او بقول كده وخلاص، في حاجه عندنا اسمها ديفنس ميكانيزم، اللي هي الحيل الدفاعيه. الحيل الدفاعيه دي هي اللي بتحكم مسار العقل الباطن. يعني ايه؟ العقل الباطن ده فيه كل الرغبات اللي جوانا عن الناس اللي حوالينا. يجي واحد يقابل حد يقول له والله مقابلتك النهارده كانت انحس مقابله، انا اسف، كانت احسن مقابله. دي بيسموها زلات اللسان. يجي واحد وهو بيكتب على طول يكتب مثلا انا زهقان منكم، فهو عايز يقول لهم لا ده انا مبسوط معاكم، دي اسمها زلات الالم. أوكي. الهزار اللي بيطلع في وقت احنا مش واخدين بالنا منه، الكلام اللي بيجي ارتجالي من غير ما يكون محسوب له، خدي بالك ان ده بيعبر عن محتوى العقل الباطن اللي هو بيخبيه. يعني اللي دايما بيقلل من زوجته قدام الناس هو حريص انه يقلل منها فعلا، وفاهم لا شعوريا هو بيعمل ايه. أوكي. وعقله الباطن مشحوم منها لدرجة انه مش عايز الناس تشوفها كويس، ودايما حريص ان الناس تشوفها اقل منه. عشان هو فاهم غلط انها لما تقل هو هيكبر، مش واخد باله انها لما تقل هيقل معاها، ومش واخد باله انها لما تزيد في عيون الناس هو هيزيد قبلهم، ومش واخد باله ابدا ان لما الناس ترتقي بزوجته هترتقي بيه، وان لما الناس تشوف زوجته احسن هتقول ان الراجل ده قدر يساعدها تبقى احسن. زلات الالم وزلات اللسان والهفوات والغفوات اللي الناس بتتكلم بيها دي عقليه اسمها عقلية الندرة. العقل الباطن هو اللي بيطلعها. زلات الألم يعني واللسان وغيرها. يعني أنا أكتشف زوجي أو حبيبي من خلال كلامه وهزاره معايا؟ من خلال كل حاجة. لو كل ما نيجي نهزر أتريق عليكي،
وكل ما نيجي قدام الناس اقلل منك وكل شويه حسسك ان وزنك بقى فيه لخبطه وان اسلوب كلامك بقى فيه شيء من الارتجال وان حياتك بقى فيها سنه كده مش مظبوطه. لو تعمدت تعمل ده كل شويه بحجه الهزار لازم تعرفي ان عقل الباطن مشحون من ناحيتك بالكلام ده، وهفضل دايما اقوله بحجه الهزار. طيب والرجاله شطار في ده، خدي بالك. بيعرفوا يلعبوا بالكلام كويس جدا يعني. هما بيقولوا الستات بتكذب كتير، صح حسين؟ الرجاله بتكذب اكتر، ده حقيقي؟ بصي، هي الستات بتتجمل كتير، مش بالضروره انها تكون بتكذب. تكذب دي كلمه كبيره قوي، لكن هي دايما بتكون محتاجه انها تحس اللي قدامها متفاعل معاها، مصدقها. وكتير من الابحاث والدراسات اللي اتعملت لقت ان اكتر الحاجات اللي بتحتاجها الست انها تتسمع، تحب تتكلم كتير، انها تتسمع، مش شرط تتكلم كتير، انها لما تقول له انا محتاجاك تلاقيه. مش دايما تبقى الردود الجاهزه، انا في الشغل، انا مش فاضي، انا راجع تعبان، انا لسه صاحي، انا عايز انام. وكانها الردود اللي بقت متعارف عليها ومنطقيه وشبه مقبوله عند كتير من الناس. اوكي، طب انا عاوز اسالك سؤال مهم قبل ما الفقره تخلص وحلقتنا تخلص. لو انا دلوقتي حبيت انسان هو مش موجود، ازاي اتخلص من الحب ده؟ شوفي، في الغالب انت بتتكلمي عن تجربة الحب الاول. احنا عندنا او لو حب تاني او تالت او رابع، اي حد موجوع من فكرة انه فقد حد بيحبه، حبيب، اب، ابن. يعني اكيد احنا بنحب، يعني مش لازم تبقى العلاقة ما بين راجل وست، بس هي فكرة الحب زي ما انت قلت التعلق. ازاي بقى احنا نقدر نخف من وجع عدم الناس اللي بنحبهم في حياتنا؟ لما نفهم احنا حبيناهم ازاي. الحب بيكون على ثلاث مستويات، إما المستوى الجسدي، ودي علاقة لا تستمر طويلة، يعني دايما بتكون زائلة ودايما أثرها بيكون قليل. المستوى اللي بعدها هو المستوى العقلاني، وهنا بيكون الإنسان حابب يتكلم مع الشخص ده. يعني متهيألي إن الستات بتحب أكتر بمشاعرها مش بالجسد، زي ده المستوى اللي بعد المستوى العقلاني بقى، زي ما أنت بتقول مش الرجل. ده المستوى اللي بعد المستوى العقلاني اللي هو مستوى المشاعر. في مستوى أعلى من الثلاثة اللي هو المستوى الجسدي، العقلاني، العاطفي أو المشاعر زي ما قلتي، في المستوى الروحاني. وده لا ينقطع أبدا. وتأكدي من كل حد حب بجد في وقت من الأوقات إن اللي حبه موجود معاه حتى لو كان ميت. لذلك دايما علمونا أساتذتنا، اللهم ارحم من فقدناهم ولم نفتقدهم. اللي بيحب بجد في كل لحظة نجاح بيهدي نجاحه للي حبه حتى لو ما كانش موجود معاه. اللي بيحب بجد بيبقى عايز يبقى مبسوط علشان يبسط اللي حبه حتى لو ما كانش في الدنيا وياه. اللي بيحب بجد بيبقى عايز دايما يثبت للي حبه انه طول الوقت فاكره وبيتكلم عنه وبيحكي عليه وبيجيب سيرته، وعايز الناس تعرفه وعايز الناس تقرا له. ودايما كتير من الناس لما بتقول لي انت بتكتب عن حد تقريبا مش موجود، اقول لهم والله هي دايما موجود. حقيقي انا مش هلاقي كلام احلى من الكلام اللي حضرتك قلته علشان نختم بيه الحلقه. دكتور احمد دهرون، بشكرك جدا ان انت كنت معايا، وان شاء الله نعمل حلقات كتير نتكلم فيها عن الحب وعن انين الحب وعن حنين الحب كمان. شكرا. استنوا معانا ما تروحوش اي مكان، لسه مكملين فقراتنا مع دودي.